أي محبي الأخبار والمعرفة، عملت قبل قليل فيديو عن الجنسية الألمانية وشروطها ومن تحق له الجنسية الألمانية بعد 8 سنوات ومن لا تحق له. كثير من الأصدقاء سألوني وقالوا لي مارو أنا عندي حماية ثانوية، أنا عندي حماية كذا، أنا عندي لوجو، أنا عندي هذا، أنا مكتوب لي في الأوس فايس كذا وكذا. وكثير من الأحبة يرغبون بمعرفة هل يحق لهم الحصول أو التقديم على الجنسية الألمانية. سوف أخبركم أصدقائي، وإذا عندكم سأعطيكم بعض الأرقام وكيف تجدوها، وإذا وجدت عندكم هذه الأرقام فلا يحق لكم التقديم على الجنسية الألمانية بعد 8 سنوات. إذا لم تكن عندكم هذه الأرقام، حتى إذا عندكم حماية ثانوية أو حتى إذا عندكم يعني أي نوع من الإقامة أو من اللجوء، يحق لكم بعد 8 سنوات إذا استوفت فيكم الشروط الأخرى أن تقدموا على الجنسية الألمانية. فلنبدأ على بركة الله. من عندهم هذا الأوس فايس هم من يستطيعون، هم الناس اللي عندهم إقامة على الأغلب في ألمانيا. فتأتون إلى هذا الأوس فايس أصدقائي، وبعد ذلك تنظرون كما تلاحظون الأوس فايس الخاص بكم، الهوية الخاصة بكم، ستجدون أرقام هنا، ستجدون هنا بعض الأرقام. إذا عندكم هذه الأرقام التي سوف أذكرها لكم الآن، هذه هي الأرقام التي لا يمكنهم أن يقدموا على الجنسية. إذا ليست عندكم الإقامات التي سوف أذكرها لكم الآن، يمكنكم أن تقدموا على الجنسية، أوكي؟ وستجدون الأرقام هنا، لذلك أحضروا الآن هويتكم وقارنوا مع الأرقام التي توجد هنا في هذا المكان، أوكي؟ سوف نبدأ على بركة الله. أحضر لكم مصدر من موقع الخاص بالتجنيس لمدينة شتوتغارت أصدقائي. إذن الأرقام، الإقامات التي لحد الساعة لا يحق لهم، ما يعني إذا عندكم إقامة 16، إذا كتبين لكم إقامة 16 لا يحق لكم بعد 8 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات أن تقدموا مباشرة على الجنسية لوحدكم حتى إذا وجدتم عمل، لأنه 16 هي إقامة الدراسة أو إقامة كورس ألماني أو إقامة زيارة مدرسة. يعني أصحاب إقامة 16 لا يستطيعون بعد 8 سنوات التقديم على الجنسية الألمانية إذا كانت عندهم هذه الإقامة. أصحاب إقامة 17، إذا كتبين لكم إقامة 17 لا تستطيعون أيضا التقديم على الجنسية الألمانية مباشرة، يجب أن يتم تغيير إقامة 17، هي الخاصة بالأوس بيلدونج، بعض الأوس بيلدونجات. إذا عندكم إقامة 20، كتبين لكم إقامة 20 هناك في الأوس فايس لا تستطيعون أيضا مباشرة التقديم على الجنسية الألمانية. إذا عندكم إقامة لجوء إنساني، لجوء إنساني يعني إقامة 22، يعني من كتبين له إقامة 22 لا يستطيع أن يقدم مباشرة على الجنسية الألمانية. أصحاب إقامة 23 أبزتس واحد، يعني كتبين لكم 23 أبزتس واحد، واحد يعني مكتوبة فيها 23 ABS واحد، لا يمكنكم أن تقدموا مباشرة على الجنسية الألمانية بعد 8 سنوات. إذا كتبين لكم إقامة 23A، إقامة 23A لا يمكن أيضا أن يقدم بعد 8 سنوات على الجنسية الألمانية. إذا كتبين لكم إقامة 24، فقط كاتبين 24 لا يحق لكم. إذا كاتبين لكم أصدقائي 25 3، 25 على 3، لا نتكلم على 25 واحد يحق لكم، أو إذا كاتبين لكم 25 2 يحق لكم أن تقدموا على الجنسية الألمانية بعد 8 سنوات. إذا كاتبين لكم 25 3 لا يحق لكم أن تقدموا على الجنسية الألمانية، لكن يحق لكم أن تقدموا على الإقامة الدائمة. إذا كتبين لكم إقامة 25 4A، إذا عندكم إقامة 25 4A لا يحق لكم أن تقدموا مباشرة على الجنسية الألمانية. إذا كتبين لكم أصدقائي إقامة 25 4، 25 4 لا يحق لكم مباشرة التقدم على الجنسية الألمانية.
إذا كتبين لكم إقامة 25 على 5، 25 ABS 5، لا يحق لكم مباشرة التقديم على الجنسية الألمانية. من لم يسمع رقمه ولم يسمع إقامته يحق له بعد 8 سنوات أن يقدم على الجنسية الألمانية. إذا كانت عندكم أحد من هذه الأرقام التي ذكرت يحق لكم أن تقدموا على الإقامة الدائمة وبعد ذلك تقدموا على الجنسية الألمانية. لذلك أصدقائي كان مهم أن أنشر لكم هذه الإقامات كي تعرفوا، لأنه هناك دائما فرق بين لاجئ، لاجئ سياسي، لاجئ إنساني، لاجئ حماية، لاجئ كذا، فقط عن طريق الأرقام. كثير من الناس يقولون أنا لاجئ عندي حماية ثانوية، وهو ليست عنده حماية ثانوية، لكن عن طريق الأرقام. من يحق لهم مباشرة هم اللي عندهم 25 25 واحد يحق لهم، 25 2 يحق لهم، وباقي الإقامات إلا هذه الأرقام التي ذكرت لكم هي التي لا يحق لهم، سأكتبها لكم أيضا أسفل الفيديو. شكرا على المتابعة، انشروا الفيديو كي يصل لعدد كبير من الناس. السلام عليكم، إلى اللقاء.